طيب، زي ما حكينا انه في المحاضرة الماضية بدينا بالاكتيفيشن فانكشنز، تمام، وحكينا انه انا ممكن استخدم اكتيفيشن فانكشن مختلفة في نيورونز مختلفة، وحكينا في العديد من الاكتيفيشن فانكشن اقدمها كانت السيجمويد، تمام، في تان اتش انه افضل منها، الريلو افضل، والليكي ريلو هي الافضل، والسبب في ذلك انه الريلو زي ما انت شايف انه انت في عندك هنا لينير تان اتش، والسيجمويد انت في عندك هنا منحنى، فايجاد التفاضل في هذه المناطق انه يعني الستيبس بتكون في ابطا شوي بالمقارنه لما تكون انه الداله لينير. هذا جانب. الجانب الاخر انت بتلاحظ انه هنا في المنطقه هذه كل ما زادت انه قيمه الزي، تمام، هنا انت بتلاحظ انه هنا انه بتقترب من الواحد، هنا بتقترب من الواحد، معنى ذلك انه انت لنفترض انه انت بدأت somewhere انه كانت انه قيمة الزي function انه كانت انه هنا، فبالتالي انه انت بتاخد steps بطيئة جدا لغاية لما انت تصل للمنطقة هذه. هذا الكلام مهم جدا. بينما لما يكون انت عندك linear معنى ذلك انه اتجاه يعني ايجاد يعني الدايركشن اللي انت ممكن انه انت تحدد فيه يعني البيست فاليو للدي زي اللي انت حتستخدمها في الدي دبليو بيكون افضل بكثير. عشان هيك انت عندك في الاتجاه الاخر انه صار في عندي انتروديوس للليكي ريلو، انه صار في انت عندك هنا قيمه سمول، يعني انه صار في ميل للمنحنى بهذا الاتجاه، بحيث انه انت لو كانت انه انت الزي كانت موجودة في منطقة بعيدة، معنى ذلك انه انت بتقدر انه انت تحدد الاتجاه وتقفز باتجاه سريع، انه انت تحدد انه والله انه يعني البيست فاليو تكون انه اكبر من او اصغر من السيرتين ثريشولد اللي انت بدك اياها. والسيرتين ثريشولد اللي انا بقصدها هنا في هذه الحالة بتكون هنا 0.5، اما هنا بتكون صفر، تمام، هنا بتكون صفر، وهنا نفس الشيء انه صفر. فانت بدك انه لنفترض انه انت البيست فاليو انه هي بدها تكون على الطرف المغاير، لو انت كنت في منطقه بعيده زي هيك معنى ذلك انه انت بدك تتحرك بطيء جدا هنا، تمام، وممكن انه انت تتحرك اسرع شوي هنا لغايه لما انتصر تصير انت عندك قيمه الزي اكبر من 0.5، واللي هي انه يفترض انه البيست فاليو في ظرف معين، تمام. شفنا الديريفاتيف لكل وحده، شفنا كمان كيف نحسب ال باك بروبجيشن، يعني كيف انه احنا نستخدم الكمبيوتيشن جراف. شفنا هذا الكلام انه في اللوجيستيك ريجريشن في حال انه انا كان في عندي نيورون واحد، واسقطنا هذا الكلام في حال انه انا كان في عندي نيورال نتورك زي ما انت شايف هنا مكونه من طبقتين، تمام، بتلاحظ انه هنا السوبر سكريبت كله اثنين، تمام، معنى ذلك انه انت بتعمل بريزنت للانبوت، تمام، لازم تعمل بريزنت للانبوت عشان تقدر تطلع الاوتبوت تبع الطبقه الاولى، ومش حتقدر تطلع الاوتبوت تبع الطبقه الثانيه الا لما يكون انه الاوتبوت تبع الطبقه الاولى طالع. فعشان هيك انه زي ما انت شايف هنا الديبندنسي اي 2 مش حتقدر تحسبها الا اذا حسبت زي 2، زي 2 مش حتقدر تحسبها الا اذا انحسبت اي 1، تمام. فهنا الاوتبوت ايش بيكون؟ اي 1، تمام، لاحظ انه السوبر سكريبت هو عباره عن الاندكس تبع اللاير، وهنا الواي هات اللي هي بتساوي A سوبر سكريبت 2 بهذا الشكل، تمام. حكينا برضو في موضوع الراندومايزيشن، الراندومايزيشن حكينا انه الصفر بسبب عدة مشاكل. اول مشكلة انه ممكن انه هو يصفر
الترم او الفاريبلز هذه الاكس اللي موجوده، لانه هي عباره عن حاصل ضرب. الشغله الثانيه، لو انت خليتهم كلهم اصفار، معنى ذلك انه انت بتكون عندك كل النيورونز هذه بتتجه بنفس الاتجاه، وبسبب انه يكون في عندك سيمتري. فعشان هيك انه يعني كان في طرح او يعني نقاش انه اوكي ممكن احنا نعمل راندوم انيشاليزيشن بس نخليهم نفس القيمة، بس هذا برضو بيؤدي، ممكن يؤدي لنفس المشكلة اللي هي مشكلة السيمتري. انا بدي راندوم انيشاليزيشن وكل واحد يتحرك او كل نيورون يتحرك نحو، او الويتس تبعته تتحرك نحو الفاليو الاوبتيمال فاليو لإلها. فعشان هيك انه ها يعني الراندوم انيشاليزيشن هو الافضل في هذا الاطار. والشغلة الثانية انه تكون مضروب في سمول فاليو. موضوع السمول فاليو هنا مهم جدا، عشان انت تكون عارف هذا الكلام. انت لما تبدا في انه الويت يكون انه سمول فاليو، احسن ما انه يكون انه انت تختاره من البدايه لارج فاليو. لو انت اخترته لارج فاليو، انت حتكون في منطقه في الداله، يا اما هنا بعيد او هنا بغض النظر عن الاتجاه. فبالتالي اذا انت المفروض منك انه انت تتحرك في الاتجاه المعاكس، حتاخذ خطوات عديده عشان انه انت انه اه والله انه قيمه الاوتبوت المفروض انه يكون مثلا، انه قيمه الكلاس المفروض انه يكون واحد. فقيمه الكلاس انه يكون واحد، حتاخذ خطوات عديده لما تصل للشغله هذه. فالاسلم انه انت تبدا في سمول فاليو، معنى ذلك انه انت تكون في المنطقه هذه، معنى ذلك انه انت بتصير انه انت تتحرك للاتجاه الاوبتيمال، يا اما هذا الاتجاه او هذا الاتجاه. بمعنى اخر انه انت يا واحد او صفر، هذا في حاله كان الاكتيفيشن فانكشن سيجمويد، او واحد وماينس واحد لو كانت الاكتيفيشن فانكشن تان اتش. فبالتالي اختيار الانيشال ويت انه تكون سمول فاليو اسلم انه انت تبدا فيها التريننج، وهيك انت بتتحرك في الاتجاه الصحيح، احسن ما انه تكون القيمه تبعتها كثير كبيره، وساعتها انه انت بتاخذ خطوات اكثر في التريننج عشان انت تصل للمكان المناسب. تمام؟ هذا بشكل سريع اللي تبعت المحاضره الماضيه، حبيت انه ناكد على بعض النقاط. بدنا نحكي الان على الديب نتورك. الديب نتورك او الديب ال لاير نيورال نتورك، طيب احنا بدأنا بالتدريج فعليا في هذا الكورس. بدأنا باللوجيستيك ريجريشن، حكينا ممكن نعتبر اللوجيستيك ريجريشن هي عبارة عن كلاسيفيكيشن، بس انه نيورال نتورك مكون من نيورون، او شبكه مكونه من نيورون واحد فقط. فاحنا شفنا تعلمنا كيف انه احنا نطبق عليه خوارزميه الجريدينت ديسنت، فهمناها تمام، وبعدين عممنا هذا الكلام على مالتي لاير نتورك اللي هي ممكن تكون مكونه من طبقه واحده او طبقتين. تمام، الان كل ما زودت عدد الطبقات معنى ذلك انه النتورك بتصير ديب، اعمق. تمام، لوجيستيك ريجريشن هنا كلاسيفيكيشن، انه كلاسيفاير. حكينا انه هذا الكلام احنا يعني حكينا لما تطرقنا اول مره للريجريشن، حكينا انه انت في عندك لينير ريجريشن، في عندك بولينوميال ريجريشن. هذا كله انه انت التارجت اللي انت بتعمل له بريدكت بيكون نيوميريك. اما اللوجيستيك ريجريشن هو عباره عن كلاسيفيكيشن الجوريثم، معنى ذلك انه هذه الواي هات الاوتبوت تبعها بيكون يا واحد او صفر. تمام، وبتستخدم نفس المعادله، يعني نفس المعادله اللي هي دبليو ترانسبوز اكس زائد بي اللي هي هذه بتساوي الواي. تمام، او الواي هات اللي بريدكتد. فهي فعليا نفس معادله الريجريشن، ولكن الاوتبوت هذا بياخذ تو فاليو. تمام، يا واحد يا صفر. كيف تتحدد؟ هو الاوتبوت لينير، بيطلع الاوتبوت لينير. فانت بتروح بتاخذ، بتقول انه اذا كان اكبر من 0.5
تمام، معنى ذلك انه الاوتبوت بيكون واحد اذا اقل اكبر من او تساوي هنا، واذا كان اقل من 0.5 معنى ذلك انه هنا الاوتبوت هو عبارة عن صفر. تمام، فبدنا نتفق انه لوجيستيك ريجريشن هي عبارة عن سنجل نيورون، شبكة مكونة من سنجل نيورون. الآن بدنا نتفق إنه بالعادة لما تكون أنت عندك الطبقات خمسة فما فوق، معنى ذلك إنه الشبكة بتكون ديب. أقل من ذلك بتسموها أو يطلق على الشبكة إنه هي هلو. بيرسبترون، صحيح. شالو معنى ذلك إنه الشبكة ضحلة. ضحلة معنى مش عميقة، ضحل عكس العميق. تمام، لما تكون الشبكة ضحلة معنى ذلك انه عدد الطبقات فيها قليلة، طبقتين، طبقة واحدة بهذا الشكل. معنى ذلك انه عشان لما يمر عليك مصطلح شالو نتورك تكون عارف شو معنات شالو نتورك. شالو نتورك اللي هي مكونة من طبقتين او طبقة واحدة. اوكي، طيب، بما انه احنا بدنا نحكي على يعني ديب نتورك، معنى ذلك انه انا في عندي طبقات متعدده، الطبقات هذه بدي اعطيها اندكس، بالاضافه للانديسيز اللي احنا اخذناها المحاضره الماضيه. تمام، بده يكون في عندي هنا اندكس جديد لللاير. ايش الانديسيز اللي احنا اخذناها المحاضره الماضيه؟ حكينا انه في عندي هنا تو انديسيز، حكينا انه الدبليو على سبيل المثال في له تو انديسيز. تمام، انا في عندي بيكون بتوين براكتس زي هيك، وبيكون بين اقواس هلاليه زي هيك. تمام، هذا الاندكس تبع الطبقه وهذا الاندكس تبع الايث تريننج اكزامبل. تمام، الان اللايرز، انا عندي هنا لاير 0، لاير 1، لاير 2، 3، 4 طبقات. تمام، دائما انا ببدا اللايرز الاندكس تبعهم بزيرو اللي هو عباره عن الانبوت. تمام، فهنا انا عندي ال بتساوي 4 اللي هي بتمثل عدد الطبقات. تمام، وفي عندي بدي استخدم نوتيشن ثانيه اللي هي الان انا عندي سوبر سكريبت بتوين براكتس ال هي عدد اليونتس في اللاير ال. معنى ذلك انه انا بدي اشوف انه الان واحد، شو بتعني هذه؟ عدد النيورونز في الطبقه الاولى، عد لي اياهم. هاي الطبقه الاولى، هاي 1 2 3 4 5. تمام، ان 2 برضه 5، ان 3 عدد الطبقات اقل، ان 4 تمام 1 واللي هي تعتبر الطبقه الاخيره، فبالتالي انه انا هي نفسها ان 4 هي ان ال بتساوي 1 بهذا الشكل. تمام، ان 0، ان 0 بتساوي 3 واللي هي تعتبر الطبقه الاولى، وما دام انه هي الطبقه الاولى انه هي بتكون اللي بيدخل فيها المدخلات اكس، فعشان هيك انا بسميها ان اكس. معنى ذلك انه الطبقه الاخيره ان اكس، عفوا الطبقه الاولى ان اكس والطبقه الاخيره ان ال. تمام، اوكي، طيب الاكتيفيشن فانكشن اي ال سوبر سكريبت زي ما اخذنا المحاضره الماضيه، معنى ذلك انه انا لما احكي انا عندي هنا اي 3 هو عباره عن الاوتبوت تبع الطبقه الثالثه، هي عباره عن الاكتيفيشن في اللاير 3 مثلا على سبيل المثال. بالضبط، بيكون على حسب ايش؟ على حسب الاكتيفيشن فانكشن. هنا حاطط الاكتيفيشن فانكشن زي. تمام، ممكن تكون تان اتش اللي هي تان هايبربوليك، او ممكن تكون ريلو فانكشن. فبالتالي بغض النظر عن الاكتيفيشن فانكشن، تمام، انه هنا مستخدم انه الجي. اوكي، طيب حاجات الفورورد بروبوجيشن في الديب نيورال نتورك، احنا اخذنا هذا الكلام
المحاضرة الماضية بنرجع بنأكد عليه في الطبقة في الديب نتورك. احنا متفقين انه هذه A0. A0 ايش بتساوي؟ بتساوي الماتريكس اكس. لكن A1 ايش بتساوي؟ W1. عفوا A1 هنا في اكس، تمام، واللي هي ايش؟ A0. او خلينا نرجع نكتبها هيك، ايش بتساوي؟ اللي هي W1 هنا A0 طبعا زائد البي. تمام، نيجي للاكتيفيشن في اللاير اللي بعده A2، ايش بيساوي؟ W2 A1 تمام زائد البي اللي هو تبع الطبقة تبعته اللي هو 2، تمام، وهنا زائد B1. فأنت ايش بتلاحظ هنا لو بدنا نعمل جنراليزيشن لهذا الكلام؟ ايش بتلاحظ؟ بالضبط. فهنا انا بقول انه WI او AI الاوتبوت او الاكتيفيشن فانكشن تبع هذا 2 هنا فوق دائما. AI سوبر سكريبت فوق بتساوي WI اللي هو الويتس تبع نفس الطبقه مضروبه في WI ماينس 1 تبع الطبقة اللي تسبقها، تمام، زائد بي اي بهذا الشكل، تمام. فهذا الكلام انه بتلاحظه في، يعني خد لي اي طبقة هنا على سبيل المثال زي 1، ايش بتساوي؟ بتساوي دبليو 1 مضروبة في اي 0 زائد بي 1، تمام. اي 1 ايش بتساوي؟ جي 1 زي 1. نيجي الان لزي 2، ايش بتساوي؟ W2 A1 زائد B2. فبتلاحظ انه هنا في انه الانديسيز انه هنا في فرق 1، تمام. هنا زي 4 ايش بتساوي؟ W4 A3 زائد B4 وهكذا، تمام. لو انا هذا الكلام بدي اعمل له يعني فيكتورايزيشن، بقدر انه انا اعمل له فيكتورايزيشن بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي هنا زي 1 بتساوي هذا الكلام، اي 1 بتساوي هذا الكلام. لاحظ انه الاي اي اي هذه الكبيره، ايش الفرق بين هنا هذه وهذه؟ الفيكتورايزيشن بس مجرد انه انت تحطها في ماتريكس. فاحنا عرفنا هنا اي كبيره كابيتال اي 1 ايش بتساوي؟ جي 1 زي 1. فبالتالي انه هي عباره عن ماتريكس بتحتوي على الاوتبوت تبع كل التريننج اكزامبلز، تمام. معنى هذا الكلام انه انت ممكن تعمل فور لوب على كل اللايرز بهذا الشكل، تمام. وما فيش اي طريقه ثانيه انه انت تستخدم الامبليسيت فور عشان انه انت تطلع الطبقات الاوتبوت تبع الطبقات، لانه ببساطه في ديبندنسي. الديبندنسي هنا معنى ذلك انه انت بتقدرش تحسب الاكتيفيشن في هذا اللاير الا تكون اوريدي حسبت هنا. بينما الامبليسيت فور او الفيكتورايزيشن ممكن تطبقه على مستوى النيورونز في هذه الطبقه. فبالتالي انت ممكن تعمل باراليزيشن على مستوى النيورونز، لكن الطبقات في ديبندنسي ما بتقدر، يعني لازم يو هاف تو ويت انه عشان انه انت تطلع عندك الفاليو. طيب، حكيت موضوع مهم في الامبلمنتيشن، وبرضه عشان ما تكون فاهم جيدا الامبلمنتيشن مطلوب منك انه انت، مش مطلوب منك تعمل امبلمنتيشن، ولكن تكون فاهم انه كيف بيصير امبلمنت للديب نيورال نتورك. اهم نقطة فيه انه انت تجيب الدايمنشن تبع الماتريكس بشكل صحيح، تمام. لاحظ هنا انه
لا لا، هنا مش الاختيار، تجيب الدايمنشن. يعني هنا افترض انه احنا في عندنا الشبكة هذه، تمام؟ زي ما انت شايف انه انت في عندك اكس واحد واكس اثنين، هذا اللاير زيرو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه الانديسيز تبعت اللايرز، تمام؟ هذه كم نيورون؟ ثلاثة، فبالتالي هنا ان واحد تمام بتساوي ثلاثة، ان اكس اللي هي ان زيرو اثنين، هيو اكس واحد واكس اثنين، تمام؟ ان اثنين خمسة، يعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. فهنا جاب لك الانديسيز تبعت النيورونز، وهنا عدد النيورونز في كل لير. كيف بدك تجيب الماتريكس بشكل صحيح؟ تجيب الماتريكس بشكل صحيح بهذا الشكل. لنفترض انا عندي هنا زي واحد، ايش بتساوي؟ دبليو واحد في اكس، تمام؟ زائد بي واحد، تمام؟ كيف بدي اعرف الدايمنشن تبع زي واحد المفروض يكون قديش؟ باجي بطلع انا عندي هنا W1، W1 فيها كم نيورون؟ ثلاثة، تمام؟ في أنا عندي ثلاثة نيورونز، أوكي؟ تمام؟ والإكس أنت عندك في الطبقة اللي شو اسمه؟ إنه اثنين، تمام؟ اللي هي اثنين في واحد، تمام؟ يبقى هنا ثلاثة في اثنين، وهنا اثنين في واحد. لاحظ إنه دايما في عمليات الضرب في الماتريسيز انه هذا الانديسيز لازم تكون زي بعض عشان تجري عمليه الضرب بشكل صحيح. البي كم نيورون انت عندك؟ ثلاثه، يبقى انت عندك كل نيورون في له بايس، في له انترسبت، تمام؟ فبالتالي ثلاثه في واحد. فهنا الناتج تبع هذه عمليه الضرب تبع ثلاثه في اثنين، انا بحكي دايمنشن ثلاثه واثنين مضروبة في ماتريكس 2 و1، قديش بيطلع؟ 3 و1. اجمعها مع 3 و1 بيطلع عندك 3 و1. تمام؟ بهذا الشكل. صحيح. هي بدنا نعمم هذا الكلام، بتقول انت عندك هنا ان 1، يبقى هنا زي 1، كيف بدك تجيب الدايمنشن تبعها؟ ان سوبر سكريبت 1. معنى ذلك انه هنا عدد النيورونز في تلك الطبقة كوما واحد، تمام؟ ليش واحد؟ لانه خلاص هذه انت عندك البي ثابتة، وهنا تمام انت عندك الـ 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 المدخلات، انت عندك عدد المدخلات وهذه عبارة عن فيكتور، فبالتالي انه مدام فيكتور دائما انه واحد الدايمنشن هنا، فانت عندك هنا اكس واحد واكس اثنين حتكون اثنين واحد، عندك اكس 1 واكس 2 لغايه اكس 7 حتكون 7 في 1 وهكذا. فبالتالي هنا ان 1 و1، تمام؟ هنا كيف التعميم؟ هنا بتحط الدايمنشن تبع ان 1 عدد النيورونز في تلك الطبقه، وهنا الدايمنشن الثاني اللي هو عدد النيورونز او عدد النودز في الطبقه التي تسبقها عن صفر. لاحظ هنا انا عندي 3 نيورون، وهنا ايش انا عندي؟ اكس 1 واكس 2. هنطبق هذا الكلام في طبقه مختلفه، وحتلاقي انه هذه الشغله ابليكابل، تقدر انه انت تعملها، تمام؟ يعني هنا لو بدنا نطبق هذا الكلام على زي 4، تمام؟ ايش بتساوي؟ الدايمنشن تبعها قديش؟ ان 4، تمام؟ وايش كمان؟ في 1. واللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن حصل ضرب ماتريسيز، الماتريسيز هذه اللي هي عبارة عن ان 4 مضروبة أو مش مضروبة، الدايمنشن الثاني اللي هي إيش؟ أن 3. قديش أنت عندك عدد الطبقات في أن 4؟ أن 4 هي 2، تمام؟ 2، وأن 3
أربعة، 2 في 4 مضروبة، أو عفوا زائد، اللي هي قديش حتكون أنت عندك أن 4 في 1، تمام؟ وهذه ايش حتكون؟ بدل انا 4 ايش بدنا نحط؟ 2. معنى ذلك انه انت الفاينل دايمنشن حيكون انت عندك هنا 2 و1 بهذا الشكل. معنى ذلك انه هنا 2 و1 الماتريكس تبعها. تعميم هذا الكلام هيو عندك هنا ك دبليو ال، ايش الدايمنشن تبع الماتريكس هذه؟ ايش دبليو ال بتعني؟ هي عباره عن مصفوفه الويت في الطبقه ال، ايش الدايمنشن تبعها؟ ان ال ماينس 1 اللي هو عدد النيورونز في الطبقه اللي قبل بالضبط. البي ثابته، انت عندك هذا دايمنشن ثابت 1، وهنا عدد النيورونز في تلك الطبقه. ما دام انت عندك الدبليو الدي دبليو، شو الدايمنشن تبعها؟ نفس الفكره، تمام؟ ان ال وان ال ماينس 1، والدي دبليو والدي بي عفوا ان ال 1، تمام؟ واضح؟ لاحظ هنا انت عندك في الفيكتورايزيشن لو بدك تعمل امبلمنتيشن لهذا الكلام، ايش بستبدل انت عندك هنا بتلاحظ انه ايش بستخدم؟ بستخدم ال A small، تمام؟ هنا بستخدم ال A small. لو انت بدك تعمل فيكتورايزيشن، الفيكتورايزيشن معنى ذلك انه انت بدك تجيب لكل التريننج اكزامبلز، هذا السبيسيفيك تريننج اكزامبل. لو بدك تعمل لكل تريننج اكزامبل، لاحظ انه هنا استخدم الكابيتال زي والكابيتال اي، كابيتال زي والكابيتال اي، خلص. يعني معنى ذلك انه انت حطيت كل هذا الكلام كله في ماتريكس كبيره، وهذا الكلام انه بينطبق على حسب الدايمنشن تبع او عفوا الاندكس تبع اللاير. اوكي، طيب ليش الديب ريبريزنتيشن؟ هذا كلام احنا حكينا عنه في اول محاضرة في الكورس، بدنا نرجع نأكد على نفس هذا المفهوم. ليش الديب ممكن انه هو يكون افضل، يعني الديب نتورك افضل من الشالو نتورك؟ ليش اضافة طبقات ممكن انه يكون ذو فائدة عظيمة؟ كيف؟ مع داتا سيتس كبيرة، بس انه اضافة الطبقات شو بتعني؟ تمام؟ هيدن فيتشرز بالضبط، تمام؟ حكيت هي مش هي هيك بالضبط، بس بدنا نتخيلها هيك عشان نحن نستوعب. في سم هيدن فيتشر انت في اضافه الطبقات، بس ايش هو الهيدن فيتشر؟ انا بعرفش، بس عشان انه احنا يعني لتوضيح الامر، بدنا نفترض انه الطبقه الاولى بتكون مسؤوله عن بعض السمبل فيتشرز، واللي هي عباره عن الايدجز، تمام؟ الطبقة الثانية عبارة عن الفيس فيتشرز، تمام؟ بتصير انه انت يعني تحط الايدجز هذه مع بعض، تركبها مع بعض عشان تظهر لك اللي هي الفيس فيتشرز. ايش هي الفيس فيتشرز؟ الملامح. كيف بتحدد الملامح؟ ما كل البشر في عندهم انف وعينين، الاماكن تبعتهم،
يعني المسافة بين العين هذه والعين هذه ممكن إنه هو يعتبر فيتشر مميز. إيش كمان؟ أنت عندك فتحة الفم، هذا فتحة الفم هذه تعتبر فيتشر مميز. المسافة بين الأنف والفم هذا برضو فيتشر مميز، عشان أنت إنه أنت تقدر إنه أنت تميز. أنا بحكي على ملامح، ملامح بغض النظر عن لون البشرة، تمام، بغض النظر عن الإضاءة اللي في الصورة. فأنا كيف بدي أعرف إنه أوكي إنه هذا عبارة عن فيس فيتشرز من هذه الأشياء؟ إنه أنت في عندك أذنين، في عندك عينتين، المسافة بين العينتين هذه بتميز وجه عن وجه آخر، تمام؟ المسافة هذه بتميز وجه عن وجه آخر، فتحة الفم بتميز وجه عن وجه آخر. عشان هيك أنت زي ما أنت شايف هنا هذه عبارة عن فيس فيتشرز، تقدر إنه أنت تجمعها هذه مع بعض، وتقدر إنه أنت تعمل على سبيل المثال فيس ريكوجنيشن أو فيس ديتكشن. فيس ريكوجنيشن او فيس ديتكشن، فيس ديتكشن انه انت تحدد انه هذا عباره عن فيس، انه هذا انه انت تحط سكوير هنا في هذه المنطقه وتقول انه هذا عباره عن فيس. اما ريكوجنيشن انه انت تحدد انه هذا وجه فلان، تمام. والكلام هذا ممكن تطبقه على اي نوع من انواع البيانات. يعني على سبيل المثال انت في عندك هنا الاوديو، ممكن تكون الطبقات الاولى هي عباره عن low level features، sound features. زي ايش مثلا؟ زي مثلا النبرة تبعت الصوت، البيتش، او مثلا قديش انه الصوت هذا التردد تبعه، او قديش انه هذا الصوت انه هو عالي. فبالتالي انه هذا عبارة عن low level features. بعدين انه انت ممكن تنتقل لمستوى اعلى من الفيتشرز اللي هي عبارة عن المقاطع الصوتية، تمام. الفونيمز، الفونيمز مش احرف، فونيمز مقاطع صوتي، أصوات، تمام. فونولوجي هو عبارة عن علم الأصوات، يعني أنت بتقطع الكلمات لفونيمز. يعني على سبيل المثال افتح الباب، بتقطعها لأصوات، بتقطعهاش لأحرف، تمام. فهذه عبارة عن تجميعة فونيمز مع بعض. الفونيمز هذه ممكن إنه هي تركب كلمات، تمام، والكلمات ممكن انه هي تأدي او تركب فيتشرز اكثر تعقيدا، زي مثلا السنتنسز او الفريزز وهكذا، تمام. فانت ممكن انه انت تشتغل على يعني اكثر من مستوى من الفيتشرز، الهيدن فيتشرز اللي انت ممكن انه انت تطلعها، تمام. طيب، فجيت هذا السيركت ثيوري بيحاول انه هو يشرح انه ليش اضافه طبقات افضل ما انه يكون في عندك شالو نتورك ويكون فيها عدد النيورونز اكثر. يعني انت في عندك هنا شبكتين، لنفترض انه انا عندي بدي اعمل سيميليشن لنفس الفانكشن اللي هي الاكس اور، وانت عندك العديد من الانبوتس اللي هو من اكس واحد لغايه اكس ان. فبالتالي هنا النود هذه ممكن تعمل سيميليت للاكس اور بين اكس 1 واكس 2، وهذا اكس 3 واكس 4. فانت بتاخذهم اثنينات اثنينات اثنينات، بتطلع الاوتبوت، وبعدين بتروح لمستوى طبقه ثانيه بتطلع الاوتبوت تبع الاوتبوت تبع الطبقه اللي قبلها اللي هو الاكس اور تبع الاكس اور تبع الطبقه التي تسبقها. هذا افضل بكثير واكثر بساطه من انه انت تشتغل على شالو نتورك وتحط عدد كتير كبير من اللايرز انت عندك. هذا لو انت بدك تطلع على الكومبلكسيتي تبعته اللي هو او لوج الان، اما هذا او ان سكوير. طبعا هذا افضل بكتير من اب، يعني من ناحيه كومبلكسيتي يعني بطبيعه الحال. طيب، تشوف البيلدينج بلوكس تبعت الديب نيورال نتورك. في عندي فورورد وباكورد، هذا الكلام بدي امثله انا عندي ببلوكس، تمام. بدي امسك طبقه معينه، والطبقه هذه بدي اعتبرها بلوك، تمام. فانا عندي في اللاير ال ايش انا في عندي؟ في عندي دبليو ال وبي ال، تمام. في الفورورد ايش بحتاج؟ بحتاج الانبوت تبع الطبقة التي تليها اللي هو AL-1.
التي تسبقها اللي قبلها، نعم مش التي تليها. والاوتبوت اللي هو اي ال، معنى ذلك انه هذا الكلام بدنا نمثله ببوكس زي هيك بلوك، تمام. ايش بيكون جوا البلوك هذا؟ دبليو ال وبي ال. في انت عندك انبوت واوتبوت. الانبوت ايش اتفقنا؟ اي ال ماينس 1، اوتبوت اي ال. واضح؟ واضح كيف البلوك احنا عملناه؟ يبقى الطبقة كلها بسطناها حطيناها بلوك، تمام؟ فبالتالي هنا انت عندك الانبوت اي ال ماينس 1، تمام؟ انت عندك جوات البلوك، انت في عندك البارامترز هذه اللي مشبكة مع بعض اللي هي دبليو ال وبي ال، وانت عندك هنا الـ A L. ايش المعادلة؟ المعادلة انه A L ماذا تساوي؟ قول معايا. طبعا هذا الكلام W ترانسبوز يعني، تمام؟ للطبقة L مضروب في زائد البارامتر الثاني اللي هو هي بي 1، تمام. فلاحظ انه هذا ايش استخدم؟ استخدم هذول وهدول عشان انت تحسب المعادله هذه. بالضبط، تمام، لانه انت عندك الاي هي عباره عن انه انت بتطبق الاكتيفيشن فانكشن على هذا الكلام، الزي اوف هذا الكلام، تمام، بعد الاكتيفيشن بطبيعة الحال. طيب هذا في الفورورد. في الفورورد ايش بحتاج؟ بحتاج الايات. في الباكورد ايش بحتاج؟ الدي اي. في الفورورد بحتاج الدي اي او الدي ال، عفوا بحتاج الاي ال. في الباكورد ايش بحتاج؟ الدي اي ال، بحتاج التفاضل تبع، بحتاج الجريديان تبعه، تمام، بحتاج الديريفاتيف تبعه، تمام. فبالتالي لما بدي اجي اعمل في الباكورد مش حقدر احسب الدي اي ال ماينس 1 الا لما يكون ادخل له الدي اي تبعت الطبقه هذه، تمام. وانا عندي هنا W1 والB1 اوريدي موجودة، تمام؟ وبجيب الـ DL تفاضل تبع عفوا الـ DZ للطبقة L، تمام؟ ساعتها بقدر إنه أنا أحسب الـ gradient تبعت الطبقة التي تسبقها بهذا الشكل. مش في حال، إنه دائما بحتاج، دائما بحتاج انا اعمل ادجستمنت للويت. هذا عباره عن اتريتيف الجوريثم بضله يعمل ابديت 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 لغايه لما يتحقق احد شروط التوقف. ايش هي شروط التوقف؟ انه انت تصل لايرور معين قليلا، هذا احد الشروط. الشرط الثاني انه انت تخلص عدد معين من الاتريشنز، لانه انت مش حتضلك، فرضا انه انت ما وصلتش للايرور اللي بدك اياه بدك تضلك فور ايفر، فبعد عدد معين من الاتريشن يعني اشتغل 2000 اتريشن او توقف عند لما يكون الايرور 0001 مثلا على سبيل المثال. احدهما اللي بيصير اول خلاص بعمل بريك لللوب. صحيح، ما هو يعني بدك تدرب من اول وجديد، بدك تدرب من اول وجديد، تمام. يبقى هنا بدي ارجع هنا للنتورك هاي، معنى ذلك انه انت بدك تتخيل الموضوع. هذا برضو اعادة تأكيد للي احنا درسناه المحاضرة الماضية، الفورورد باس والباكورد باس. انت رح تحسب هكذا بهذا الاتجاه طبقة طبقة لغاية لما تصل للاوتبوت، تمام. اما الباكورد رح ترجع بهذا الاتجاه،
هذا الكلام. هاي انت عندك هنا، هاي انت عندك بتبدأ بـ A0 اللي هي عبارة عن X، تمام؟ A0 هي عبارة عن X، مش يعني انت عندك معادلة الـ A هي عبارة عن W X زائد B. A0 تحديدا فيش فيها W، تمام؟ A0 تحديدا بتساوي الـ X بس وما فيش B، تمام؟ بعديها A1، بعديها A2، A3 وهكذا. معنى ذلك انه انت بتحسب هيك بهذا الشكل لغاية لما تصل لآخر طبقة. وصلت لآخر طبقة تقدر تحسب اللوس. اللوس الاوتبوت النهائي هذا، تمام؟ تقدر تحسب اللوس، ولما تحسب اللوس ساعتها بتقدر تجيب الدي اي تبع آخر طبقة. من الدي اي تبع آخر طبقة بتقدر تجيب الدي اي للطبقة التي تسبقها اللي قبلها، وهكذا 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 لغاية لما تصل لأول طبقة، تمام؟ طبعا طبيعة الحال انه انت اول طبقة بتحتاجش انه انت تجيب الدي اي لإلها اللي هي A0، هذا فيش في إلها دي اي، فيش لها تفاضل، هذه الانبوت، تمام؟ هذه طبقة الانبوت لغاية A1، تمام؟ لغاية A1. لاحظ هنا انت عندك الكاش انه انت بدك تحتفظ بهذه المعلومات في ماتريكس انت عندك في الذاكرة، لانه انت حتحتاجها في الحسابات انت عندك زي ما انت شايف في هذا الكلام. فانت بتحتاج تعمل كاش لهذا الكلام كله، بتخزنه انت عندك في ماتريكس في الفورورد، بتخليه كله في الذاكرة، وحتعتازه في الباكورد باس، تمام؟ طيب الباكورد بروبوجيشن لو بدنا نعملها على شكل الجوريثم، ايش المدخلات تبعت الالجوريثم هذا؟ دي اي، تمام؟ والاوتبوت دي اي الماينس 1، تمام؟ وعندي انا هنا اللي هو الدي دبليو ال والدي بي ال. ايش المعادلات تبعتها؟ المعادلات تبعتها مرت علينا مرارا وتكرارا، تمام؟ عشان تجيب الدي دبليو ايش انت معتاز؟ معتاز الدي زي، تمام؟ ف هذا الكلام لو بدك تعمل له فيكتوريزيشن بس انت بتستخدم الاي كابيتال انت عندك هنا بهذا الشكل، تمام؟ اوكي، يبقى تلخيص لهذا الكلام كمان مرة للتأكيد. انت بتبدأ بالفيتشر اكس، تمام؟ بتطبق البلوك الاول، البلوك الاول بيكون فيه اكتيفيشن فانكشن ريلو، منه بتحسب الاي تبعت الطبقة التي تليها وهكذا لغاية لما تصل للواي هات. لاحظ انه طبقة اخر بلوك بيكون انت عندك سيجمويد، لانه انت عندك عادة انه هنا بيكون افضاء ريلو افضل، تمام؟ لكن انه هنا في الطبقة الأخيرة انه بما انه انت عندك تو كلاسز صفر وواحد، فبالتالي انه بيكون أنسب انت بس بنستخدم السيجمويد في الأوتبوت، تمام؟ بعد ما جبنا الواي هات بقدر أجيب اللوس اللي هو واي هات وواي الأكشوال. جبنا اللوس بقدر أجيب الدي اي، وببدأ برجع رجوع لآخر لغاية الطبقة ما قبل، لغاية الطبقة الأولى، مش طبقة زيرو، تمام؟ لأنه حكينا إنه دي اي زيرو مش موجودة لأنه هي عبارة عن الإكس نفسها، تمام؟ واضح هذا الكلام؟ واضح كيف الخوارزمية تبعت كيف الديب ليرنينج إنه هو بيشتغل؟ أمورها بسيطة بس إنه يعني بدك تكون مستوعب كل جزئية من هذه الجزئيات، وعملناها يعني انه انعملت كبلوكس عشان تسهل هذه الامور. نيجي الان
للباراميتر والهايبر باراميتر. ايش الفرق بين الباراميتر والهايبر باراميترز؟ باراميترز هي ممكن نعتبرها ال W وال B في كل الطبقات، W1 B1 W2 B2، تمام؟ هذه الخوارزمية بتحددها من خلال معادلة، من خلال معادلة الابديت، تمام؟ اما الهايبر باراميتر، انا محتاج اقول للخوارزمية هذه الباراميتر، محتاج انه انا اعمل باس للخوارزمية لهذه الباراميتر، انا بحددها، عشان هيك اسمها هايبر باراميتر. واضح الفرق بين الباراميتر والهايبر باراميتر؟ زي ايش مثلا؟ زي الليرنينج ريت الفا، زي عدد الايتريشنز. انا حكيت انه ضلك لف 2000 مره، تمام؟ لف 2000 لفه، 2000 ايتريشن، يا بتصل لايرور 001 او انه 2000 لفه. فبالتالي ال 2000 هذه عباره عن هايبر باراميتر. او عدد الهيدن لايرز، هي عدد الطبقات، كم طبقة؟ 5 طبقات، 7 طبقات. والهيدن يونتس، عدد النيورونز في كل طبقة، تمام؟ واختيار الاكتيفيشن فانكشن، استخدم ريلو ولا ليكي ريلو ولا تان اتش، هذا عبارة عن هايبر باراميتر، انا بحدده، انا بطلب من الخوارزمية انه استخدم كذا وكذا وكذا، تمام؟ لاحقا حيمر علينا هايبر باراميترز ثانية، زي المومنتم، زي الميني باتش سايز، إلى آخره، من حنصلها في وقتها. الليرنينج ريت، إحنا معادلة الـ W، إحنا عندنا W إيش بتساوي الأبديت تبعها؟ W ماينس ألفا دي W اللي هو الجريديانت، تمام؟ تفاضل. والدي دبليو هذا كيف بدك تجيبه؟ اشتقاق. ايش بلزمك تحسب؟ الدي دبليو هذا الكلام بده خلاص يكون عندكم يعني فاميليارايز معاه على الاخر. الدي دبليو بتساوي الاكس في الدي زي، عشان هيك انت معتاد انه انت تحسب الدي زي، تمام؟ فانت بتجيب هذا الكلام وبتضربه بسمول فاليو، القيمه تبعتها بين الصفر والواحد، تمام؟ بتحدد انت مقدار الابديت انت عندك. وعاده انه يعني انه الاسلم انه انت تختاره مقدار ابديت صغير، يعني اوكي، الا ما تعمل كونفرجنس في الاخر حتاخذ ستيبس اكثر، تمام؟ عندنا حنشوف كيف انه احنا نختار هذه الفاليو، بس الفكره هنا في الموضوع انه هنا مقدار الابديت انت عندك بدك تحسب الجريدينت، وين اتحرك؟ في اي اتجاه؟ هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه؟ وين اتجاه الانحدار؟ وين اتجاه المنحدر؟ وين اتجاه السلوب؟ تمام؟ وحددت الاتجاه، فبالتالي انت بتعمل ابديت بسمول ستيب، بسمول فاليو اللي هي تضربه في الفا، تمام؟ طيب، حقيقة هذه الهايبر باراميترز بيتم تحديدها بشكل تجريبي، عشان هيك يعني Applied Deep Learning هو عبارة عن Empirical Process، يعتمد يعني عملية تجريبية بحتة. معنى ذلك أنه أنت بتيجي بتقول والله أنا حجرب أنه الألفا Learning Rate 0 1%، تمام؟ بتجيب أنت قيمة معينة، تمام؟ بتروح أنه هذه الرسمة دائما انه عندك في الديب ليرنينج هذه أساسية. ايش الرسمة هذه؟ اللي هي بتكون بين الكوست، بين اللوس والإتريشنز. فبالتالي باستخدام الليرنينج ريت الفا مثلا على سبيل المثال، انه لما كان صفر صفر واحد كان انه البرفورمانس زي هيك، قلت لا ما بديش صفر صفر، بديش 1%، بدي 5%، تمام؟ فبالتالي ممكن يكون انه اداؤه هنا، فبالتالي انت بتقول انه والله هي افضل قيمة انا عندي. فبتجرب عدة قيم لالفا، هي معنات empirical، فبتجرب انت عندك عدة قيم لالفا، و هذا بس باراميتر واحد. ايش بدك تسوي كمان؟ بدك تجرب كمان في طبقات مختلفة، جرب عدد طبقات، جرب 7 طبقات، جرب 9 طبقات، وارسم اللوس،
الفولومتر بدك تجيب كل الكومباينيشن، فبالتالي حياخد يعني عدد كبير جدا. يعني هذه احد مشاكل النيورال نتورك، انه عدد الهايبر باراميترز كثيره، مش زي خوارزميه مثلا زي الكي ان ان في الماشين ليرنينج. انت محتاج انه انت تحدد شغلتين، ديستانس فانكشن والكي، عدد الجيران. اما هنا انت محتاج انه انت تحدد اشياء كثيره، قيمه الالفا، قيمه عدد الطبقات، الاكتيفيشن فانكشن، عدد النيورونز في كل طبقه. فبالتالي انه كيف؟ حاطي لك انا وصفه انه انت يعني ممكن انه انت تحدد، يعني تحدد لك انه ايش اللي انت تجرب فيه. يعني على سبيل المثال، لانه هذه شغله لها علاقه بالبرفورمانس، فبالتالي انه في بعض الاحيان بيكون انه تجريب شبكه اكبر ممكن يحل المشكله، في بعض الاحيان لا، تجريب شبكه اخرى اكبر بحلش المشكله، لانه المشكله في مكان ثاني. فبالتالي انه الوصفه هذه بتحدد ايش الاتجاه اللي ايش الهايبر باراميتر اللي انت تلعب فيه. تمام. طبعا هذا كلام فيش حاجه اسمها انه والله الالفا لما تكون مثلا 5 من 100 او 5 من 1000 هي افضل قيمه، بيعتمد هذا كلام على الابلكيشن، سواء كان كمبيوتر فيجن او سبيش ريكوجنيشن او ناتشرال لانجويج بروسيسنج، بيعتمد على الابلكيشن. فيش حاجه اسمها انه والله 7 طبقات انه هذه افضل شبكه. هذه الشغله لازم امبيريكال، معنى ذلك انه لهذا الابلكيشن تحديدا هي افضل هايبر باراميتر انت ممكن انه انت تتوصلها تجريبيا. يعني هذا كلام انت حتتوصلها تجريبيا، يعني مش انه من خلال مثلا طريقة معينة في اختيار الهايبر باراميترز هذول. هكذا انت عندك هاي الداتابيز تبعتك. تمام. نفترض انا عندي اكس واحد اكس اثنين والواي. تمام. فانت عندك هاي التريننج اكزامبلز، هاي الفاليوز. تمام. لقيت في عندك عدة مصطلحات. انت عندك الاتريشنز، اتريشنز انه انت بدك انه انت يعني تمر على اكزامبل معين، هذا عبارة عن اتريشن. تمام. هاجيت اذا انت خلصت كل تريننج اكزامبلز ترجع بتعيد من اول وجديد، وهذا المصطلح اسمه الايبوك. تمام. عشان هيك انت حتلاحظ انه في الامبلمنتيشن عندنا في التنسر فلو مثلا على سبيل المثال، انت بتحدد عدد الايبوكس، كم ايبوك انت بدك. فبالتالي الايبوك بيتكون من عده اتريشنز، انه هو بده يمر على الداتا سيت كلها بهذا الشكل. موضوع الباتش تحديدا يعني هي عبارة عن نكهات من الجريديانت ديسنت، انه مين افضل، انه انت تعمل ابديت بعد ما تمر على كل اكزامبلز، ولا انه تعمل ابديت بعد ما تمر على يعني every single example، ولا تاخذ شغله بين البينين اللي هي عباره عن الباتش. فبالتالي هي الباتش هي عباره عن حل وسط، بدل ما انه انت تستنى انه انت تعمل ابديت بعد ما تمر على كل اكزامبلز، او انه انت تعمل ابديت لكل اكزامبل انت بتمر عليه انه هي مرهقه جدا وانت مش عارف ايش هو الاتجاه الصحيح للاوبتيمال ويت. فالافضل انه انت تاخذ سمول باتش. السمول باتش فانت بتاخذ سبسيت من التريننج اكزامبلز، فانت بتقسم التريننج اكزامبلز لمجموعه من الباتشز، وعلى اساسه بتعمل ابديت للباراميترز مش الهايبر باراميترز اللي هم الدبليو والبي بعد ما تخلص هدول الباتشز. تمام. كيف؟ وفي انت عندك ميني باتشز.
طيب وين في حدا بيستخدم خريطة هنا؟ طيب نيجي لآخر نقطة في هذا في هذا في في هذا السلايد، اللي هو تشبيه للنيورال نتورك بالبرين. طبعا النيورال نتورك والديب نيورال نتورك انسبايرد من البيولوجيكال نيورال نتورك، من البرين تحديدا، لكن تشبيه آلية عملها زي عمل البرين تحديدا هو مفيد انه احنا نفهم انه اوكي، ولكن انه في بعض الاحيان مش دائما زي هيك، وممكن يكون انه الامر خطير انه انت تشبه انه والله دماغ الانسان انه بيشتغل بهذه الاليه. يعني بمعنى اخر انه نرجع لو رجعنا للمثال تبعت التعرف على الفيس فيتشرز، هل احنا بالنسبه لنا احنا بنشتغل بهذا الاسلوب انه احنا بنحدد الايدجز، ومن الايدجز بنحدد الفيس فيتشرز، ومن الفيس فيتشرز بحدد انه فيتشر انه تانية، هل احنا بنشتغل بهذا الاسلوب؟ هل الكمبيوتر فيجن، هل الفيجن نظام الرؤية عند الانسان بيشتغل بهذا الاسلوب في التعرف على الاشياء؟ قد يكون كذلك، تمام؟ لكن الجزم، يعني انت على سبيل المثال لو جاي لك اوبجكت من بعيد وانت مش عارف ايش الاوبجكت هذا، لكن انت شايف انه الشيب تبعه انه على شكل معين، فبالتالي انت بتقدر تقول انه والله اللي جاي هذا عبارة عن بني ادم او زرافة. كيف عرفت هذا الكلام؟ من الشيب تبعه بهذا الشكل. فبالتالي الجزم او يعني انه تشبيه انه والله البرين بيشتغل بهذا الاسلوب، يعني مش exactly the same. هذه الخطورة انت عندك، يعني انت عندك انه الـ artificial neural network، انه انت عندك اكس 1 اكس 2 اكس 3 بتطبق هنا activation، بتطلع انت عندك output. الـ output هي عبارة عن اشارة كهرباء activation، الـ activation برضه جاية من النيورون، انه انت عندك هنا مجموعة من الـ input انت عندك عند الخلية العصبية هذه، والخلية هذه راح يصير لها اما activation او مش راح يصير لها activation. فبالتالي انت في عندك اشاره كهروكيميائيه، لانه الكهرباء تبعت الجسم بتكون من خلال كيمياء. فبالتالي انه انت تيجي تقول والله دماغ الانسان انه هو بيعمل مابينج من اكس لواي، مش اكزاكتلي ذا سيم. تمام، هاي اخر نقطه في هذه السلايد. تمام.